هذا شاهي المورينجا، والشيخ بجاد عنده تجربة. حياك الله أبو تميم، يا مرحبا. طبعا التجربة، أحد الزملاء عندي عند أبوه رجل كبير في السن، وكان يدق إبرة أنسولين حقت السكر يرتفع، يقول لي يوصل 400 500. يقول زرعناه في البيت، ويقول يوميا بعد الفجر بعد الفطور يأخذ له كباية، وبعد الغداء وبعد العشاء. يقول الآن أبوي له سنتين ما يستخدم الأنسولين، ما شاء الله. يقول والله العظيم، يقول ما يرتفع، يقول حتى لدرجة أني يوكل أبوي تمر، أعطيه ملعقة عسل، يقول كبير في سنه. يقول سبحان الله، راح السكر عنه نهائيا، السكر يوصل 100. ما شاء الله. بس هذا من المورينجا. إيه، من الأعشاب. يقول يعني بس نقول لهم يا أهل السكر، ازرعوا مورينجا في بيوتكم. إيه نعم، إيه نعم، والله هذه الأعشاب فيها شفاء، وعلى تجربة يعني، شيء مو شيء رجل من الناس الزملاء اللي فيهم خير يعني. يلا يا أهل، يا أهل السكر، يا من امتراهم الله عز وجل بهذا الداء، عليكم بالمورينجا.